علاج الكوليسترول بالأعشاب فعال، وأفضل ما فيه هو الفوائد التي يقدمها من دون أي تأثيرات جانبية. إليك لائحة بأهم أنواع هذه الأعشاب وأكثرها شيوعا. قصب السكر. قصب السكر فعال جدا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم عن طريق قدرته في تحطيم الكوليسترول الضار. فقد وجدت بعض الأبحاث العلمية أن قصب السكر مفيد بشكل خاص للنساء بعد سن اليأس، حيث يصبحن أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول. نبات الخرشوف. نبات الخرشوف معروف في بلادنا العربية باسم شوكة الأرض، ومستخلص أوراق الخرشوف تساعد على التمثيل الغذائي للدهون، وبالتالي تعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، وهو يعمل أيضا على تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الكوليسترول الضار، وبذلك يحد من الإصابة بأمراض القلب. الشاي الأخضر. يعتبر الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في علاج كثير من الأمراض، بالإضافة إلى تأثيره على خفض الكوليسترول في الدم، لذا ستجده في جميع الحميات الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن. الحلبة. تعمل الحلبة على خفض نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تمتص الدهون الزائدة في الأمعاء، وبالتالي تعمل على إنقاص نسبة الكوليسترول من الأطعمة التي تتناولها. الثوم. يعتبر الثوم من الأعشاب التي لها تأثير سحري على خفض الدهون بالدم والوقاية من الجلطات. أثبتت الدراسات العلمية أن الثوم يحسن من دوران الدورة الدموية ويخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم المرتفع. القرفة معروفة بقدرتها الفعالة في خفض وعلاج الكوليسترول، ويمكنك إضافتها إلى حبوب الإفطار على هيئة مسحوق، أو تناول شاي القرفة الدافئ المحلى بالعسل على الريق أو حتى خلال اليوم. الكزبرة. أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث أن بذور الكزبرة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي وخصوصا الضار والدهون الثلاثية، وهذه البذور تضبط سكر الدم، ما يجعله مفيد أيضا لعلاج مرض السكري. الشمندر. يحتوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول السيء، وبالتالي منعه من التراكم حول جدران الشرايين. النعناع. يعد النعناع الصديق الرائع للقناة الهضمية، فهو يساعد على تحسين وظائف المعدة وتسهيل عملية الهضم فيها، وذلك لأنه يساعد على إفراز اللعاب، وبالتالي يزيد من إفرازات الإنزيمات الهاضمة بالمعدة والقناة الهضمية بشكل كامل. لذلك فهو يعد علاجا مثاليا للذين يعانون من عسر الهضم وارتفاع الكوليسترول بالدم. الفلفل الحار. يعتبر الفلفل الحار من أشهر التوابل التي تضاف إلى الأطعمة لإعطائها نكهة مميزة، ولكنه يعتبر أيضا دواء معالج للعديد من الأمراض والمشاكل الصحية، فهو معروف بقدرته على خفض نسبة الدهون الثلاثية في الدم. يحتوي على مكونات شبه قلوية ومركب الكابسيسين، وهذه المكونات تساعد على تقليل الدهون الثلاثية في الدم، وكذلك البروتين الدهني منخفض الكثافة. الزعرور البري. قد خضع نبات الزعرور لأبحاث مكثفة والتي أثبتت أن خلاصة ثمار الزعرور حسنت كثيرا من وظائف القلب، حيث تقوم على فتح الأوردة التاجية، وهذا بالتالي يحسن من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، كما أنه يقلل من كوليسترول الدم. بذور الكتان. من فوائد بذور الكتان أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف المسؤولة عن خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وأيضا تساعد في التخفيف من حالة الإمساك واستعادة انتظام حركات الأمعاء. تساهم بذور الكتان في ضبط الوزن، إذ أنها تعطي إحساسا بالشبع عند تناولها، لذلك ينصح بتناولها قبل حوالي 30 دقيقة من موعد الوجبة لكي تكبح شهيتك. خميرة الأرز الحمراء. تحتوي خميرة الأرز الحمراء على لوفاستاتين الذي يعمل على تثبيط الإنزيم الرئيسي في الكبد المسؤول عن إنتاج الكوليسترول الضار الذي يلتصق داخل الأوعية الدموية، والذي غالبا ما يؤدي إلى انسداد مسببا السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.